يفكر فيها. البار بور لو بليزير بس، سي ان ديبلاسمون بور، يعني ايه ديبلاسمون؟ هو التنقل من مكان الى مكان. فواياجي سي ان ديبلاسمون. كونت اون دي فواياج سي تادير ان ديبلاسمون، يعني ايه ديبلاسمون؟ وي ديبلاسمون نتاعل دان ليو ا لوتر، تمام. فواياج داغريمون رحله استجمام. On n'a pas de travail, on n'a pas de soucis, n'importe quoi. Après, le livre. Le livre. Qu'est-ce qu'on entend par le livre? Al-Kitab. Quand on dit la livre. Oui, quand on dit la livre égyptien. El guinéh el masri. أو العملة المصرية. دايما بتقول كده ال او فوالا ال او اللي هو ليفر ايجيبسيان. كون ليفر فيان او فيمينان يبقى معناها ايه؟ عملة. لكن هي ماسكولان يبقى معناها ايه؟ كتاب. لو ليفر فو بيرمي. بيرمي سي كال فيرب؟ فيرب بيرماتر، يسمح لي. هنا ده من دو بارتي. هنا ici le verbe mettre. Mettre يعني يضع او يرتدي. Je mets mon pantalon. Je mets mes lunettes. بلبس نظارتي. اوكي. Je mets le micro sur la table. حطيت الميكرو على ايه؟ على المنضده. يعني المنضده مش ترابيزه. Sur la table. لكن permettre يسمح لي. Permettez-moi de quitter. اسمح لي امشي. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de quitter. N'importe. C'est une excuse. Permettre la permission. احنا اخذناها النهارده تاني في تعبير. خدنا ايه؟ Permettre ايه؟ Permettre. Oui. C'est-à-dire prendre congé. Prendre congé. تمام؟ طيب. Permettre de voir. C'est quel verbe؟ Voir. يعني voir. يرى. الرؤية نفسها اسمها ايه؟ لا فيو. الرؤية لا فيو. ايه؟ illusion يعني وهم. vision يعني رؤية مش البصر. vision quand on dit on a، انا فاهمة قصدك، on a une vision. notre sujet a une vision. لي رؤية et un message و رسالة. فاهمة؟ quelqu'un visible مرئي. Vous avez du vocabulaire. Fines, yani Marina, oui Irine. Oui, Anoud a bien lu. Yani arrêtez quoi ici. Yani pourquoi tu as peur comme ça, les khaifa. Voir, yani eh, yara. Nouveau. De voir, oui. Nouveau, guidid. On a nouveau, nouvelle. Oui, mon stylo. Oui, on a nouveau, nouvelle et nouvelle. Quelle est la et taleta معناهم جديد. Mais quelle est la différence entre les trois? Non, ici masculin. OK. Masculin qui commence par une voyelle et féminin. Nouveau, elle m'a dit nouveau pays, بلد جديدة. تمام؟ اما اقول نوفل امي، صديق جديد. اما اقول نوفل امي افيك او على فان، صديقه جديده. تمام؟ يبقى الثلاثه نفس المعنى، لكن في الكونستركسيون او بيان ستركتور دو لا فراز دو لا جرامير اون ان ديفرونس اونتر لي تروا مو، نوفو نوفل اي نوفل فيمينا. سي كلير؟ تمام. يبقى لا ليكتور اي كوم لو فواياج. Le livre vous permet de voir de nouveaux pays. Pays, يعني ايه؟ بلد، دولة. تمام؟ طيب لو قلت nation، يعني ايه nation؟ نو مش nationalité. Une nation يعني أمة. مش دولة. Une nation. Okay. لو قلت مثلا le pays de son enfance.
لو بي دو سون انفون. دي ترجمه. دي سوري يعني قاعدين كده وبنحكي مع بعض. لا عايزين ترجمه. الفو افوار لدول الفو لير، ونقرا روايات، نقرا قصص، نقرا اعلانات عشان يبقى العربي صحيح. ها ها هتبقى ايه؟ لو بي دو سون انفونس، بلد طفولته. لو بي دو سون انفونس ايه؟ لا هتبقى دو ساني سونس، لكن لو بي دو سون انفونس. ايه محمد؟ ها je l'écris au tableau. Celle qui écrit, tu as écrit tout? Le pays de son enfance, c'est-à-dire quoi? Pays, on a balad. Enfance, c'est une toufoula. Tu as balad toufoultou? نو no. مش هنترجمها بلد طفولة، هنقول منطقة طفولته. دابري لو سونس، ما ينفعش اقول بلد طفولته. لو كانت تمشي محل طفولته، لكن منطقة طفولته. لو بي دو سون انفونس. لا تبقى نيسونس. لو بي دو سان نيسونس، مسقط رأسه. نيسونس، ميلاده. اوكي لكن انفونس يعني طفولته. نكمل. دو كوناتر، كوناتر يعني ايه؟ يعرف. جايه منها، احنا خدنا الكلمه النهارده سي لو فيرب كوناتر، يعرف. النوم بتاعها لا كونيسونس. لا كونيسونس. لو savoir. الاثنين معناهم معرفة. لا كوني. ايه حبيبتي؟ فيرب كوناتر. اوكي. على فكرة مكتوب. سي. سي لو فيرب كوناتر. يعرف. كوناتر سي لو فيرب الفو شيرشي. كل ما اقول فيرب شوفوا بيتصرف ازاي. تمام. فيرب كوناتر لو نون سي لا كونيسونس، المعرفه. اون او ميم طون لو سافوار، يعني برضو المعرفه. سافوار لوحدها يعرف، سي تان فيرب. سافوار لوحدها فيرب. تمام. دو كوناتر دي نون برابل. ها لا لا حصر لها، تي ترجمتها كده لا يعد، لا حصر لها. كولتور يعني بقى كولتور، ثقافه. طب لو قلت لا كولتور دان بي، ولو قلت لا كولتور دوري. لا كولتور دان بي، ولو قلت لا كولتور دوري. ها هنا ايه بقى؟ كاليلا دي فرنسا انتر لي دو. لا كولتور دان بي ثقافه دوله او ثقافه بلد. لا كولتور دوري زراعة الأرز. يبقى كولتور يعني يزرع أو الزراعة. تمام. أو الثقافة بعرفها من إيه؟ دابري لو كونتكست. هنا معناها ثقافة ولا معناها زراعة؟ ثقافة، لأن بتكلم أنا لو ليفر أنا كونيسونس، يبقى ما بتكلمش خالص هنا عن يعني إيه؟ الزراعة. يبقى السي لو مو كولتور أ لو سونس دو ثقافة. فهمنا؟ لا ثقافات عديدة. عديدة. دي نون برابل كولتور أو ثقافات لا حصر لها. تمام؟ نكمل. كوناتر نون برابل تتدير تري نون بلو كولتور. نكمل. كوا أنكور؟ دو فو ماتر أون كونتاكت. فو ماتر يضعك.
متر يعني يدعك. اون كونتاكت على اتصال، على تواصل. فوالا اون كونتاكت. حتى ما بتعملوا ميل او حاجه كده بتعملوا ايشانج، في ايه كونتاكتي موا، اتصل بيا او تواصل معايا، كونتاكت. اكيد دي انتوا عارفين. ابري افيك لسبري هومان، يعني اسبري ليها كذا معنى. اسبري ليها كذا معنى، ليها روح، ليها نفس، ليها عقل. اسبري، اسبري بمعنى فونتوم، اشباح. اسبري اوكي، كيان نو احنا بنقولها. وكل كلمه ليها دو سونس، سونس بروبر وسونس فيجوري. يعني بقول دلوقتي في، ده سونس بروبر، في بقدر امسكها اهو. لكن لو قلت مذاكره، دراسه، اتود، انا بقدر امسك الدراسه؟ نو، سي ان سونس فيجوري. تمام. لو قلت حديقه غناء، ان جاردان انشانتي، انا بقدر حديقه شايفاها، جي فيو لو جاردان، لكن انشانتي ما بمسكهاش، سي ان سونس فيجوري. تمام. لما اقول ان فير بريزي، كوبايه مكسوره، لكن لو قلت انام بريزي، نفس مكسوره، هي فعلا اتكسرت النفس؟ نو، ستادير الي بليسي، مجروحه. ايه وي فيجوراتيف، وي فوالا ان سونس فيجوري. فكل كلمه دايما وانا بترجم احط في الاعتبار ان اون دو سونس، سونس بروبر وسونس فيجوري. يعني انا ينفع هنا هقول ثقافه الرز ولا زراعه الرز؟ زراعه الرز. تمام. افيك لسبري اوما، يبقى اسبري سوا ام سوا ريزون سوا اسبري سوا اسبري ايجال اون ام، وام عليها هنا اكسون. حد عارف الاكسون دي ليه دلوقتي في اللغه الفرنسيه؟ حد يعرف تيجي منين؟ اون تروا جون داكسون اون فرونسي، عندي ثلاث انواع من الاكسون. عندي الاكسون ايجو، وعندي الاكسون جراف، وعندي الاكسون سيركونفلكس اللي هي الشابو دي. دي اسمها اكسون ايجو، بتخلي الصوت فيرمي ايجو. ودي اكسون جراف مفتوحه، كي مول فيير، جو سوي فيير. تمام. وعندي الاكسون سيركونفلكس اللي هي زي دي اونام. تفتكروا ليه الشابو دي معناها ايه؟ قول. نو، دون لا لونغ انسيان، طبعا لو فرونسي فيان دو لاتان اي دو غريك، يعني الفرونسي جايبينه من اللاتيني والايه واليوناني. تمام. فكان زمان الشابو دي معناها ان الكلمه دي كانت في الاول بتكتب كده اسم، زي كلمه اوبيتال بالانجلي اسمها هوسبيتال، اسمها فاسمها ايه؟ اوسبيتال. فما شالوا الاس خلوها الشابو دي فوق هنا، فمعناها ان كان هنا في اس ايه، اونا دون لا لونغ مودرن اونا سوبريمي لو اس، فبقت بالشابو دي. وي على بلاس دو لاس، سي سا، فاهمين؟ يعني هنا كان المفروض تبقى اسمها اسم، سي دون لا لونغ انسيان، لكن دون لا لونغ مودرن، دون لو ديكسيونير مودرن، ديكسيونير اول ديكسيونير كان واحد اسمه ايه؟ فورتشير. فورتشير اول واحد عمل ديكسيونير، فهو ابتدى يعمل بقى ايه؟ كلاريفيي لا لونغ، ينقح اللغه. تمام. فابتدى يعمل اكسونات دي والحاجات دي، زي مين اللي، زي اللي بيحط النقط على الحروف. مين اللي حط نقط على الحروف؟ مش اللي بتغني، لا، اللي هو ابو الاسود او الاسود الدؤلي، هو اللي حط النقط على الحروف، اللي هو ايه؟ هوسبيتال او اسما، فهتبقى ام دي. يعني سيسون دي انفورماسيون، مش للمذاكره يعني، معلومه. اسبري ام او ريزون، عقل. اوكي. العقل اون ام او لا ريزون. هومان اون تو سي كونسيرن لاتر هومان، اللي هو ايه لاتر هومان؟ البشر. اوكي. لاتر هومان، هومان يعني البشر. طيب دون لي بيي دو موند اونتي، موند يعني ايه؟ العالم. انا مش عايزه امسح هنا، نمسح هنا. Non, 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 je vais vous envoyer. On me dit F, oui, je l'ai, ne vous inquiétez pas. La kemchem fa hoto à la smart learning, la ane d'acte grammaire. Faire est tu parles beaucoup.
Oui, je parle beaucoup. Ne bavardez pas pendant le cours, s'il vous plaît. Monde. L'univers. L'existence. العالم الكون الوجود le monde العالم le monde entier l'existence l'univers الكون l'existence الوجود oui لكن الثلاثة يدي نفس المعنى العالم لكن الترجمة الحرفية العالم الكون الوجود l'existence شايفين اخدنا فوكابولار كتير قد ايه في حوالي 3 سطور هي دي الترجمه ان انت يبقى معاك باجاج انا بتكلم على لا ليكتور وما قلتش كل الكلام تو دو شيرشي لي تيرمينولوجي كونسير لا ليكتور كل الترمينولوجي يعني المصطلحات اللي لها علاقه بالايه لا ليكتور بالقراءه تطلع تكست كده بالعربي طلع بالفرنسي وطلع منه الموديفيسيل مي الفو فير ان جران باجاج ان جران فاليز شنطه كبيره اللي مليانة فوكابولير تمام؟ سي لا تراديكسيون سي بور اتر ان بون تراديكتور لو ما عملتش كده مش هتكون مترجم كويس مش هيبقى عندك حصيلة فوكابولير بتقولي احنا كتير قوي خدنا كتير نو سوني با بوكو شو سون دي سينونيم احنا لسه في الاول افيك لسبري اومان دون لي بيي دو موند اونتي باكمله باجمع اونتي العالم اجمع سي سي دي يعني ايه؟ لو وزي ما بتقولوا سي اللي هو لو ايه حرف ايه شعلقه في الجو سي سي بقى في الجرامير الفرنسي ليها راجل وليها حاجات كتير قوي لكن هنا سوني با لو مومون مش تبعي لكن اقول لك ان سي معناها ايه لو اذا لي فواياج اون ا ديجا اكسبليكي كاسكو اونتون بار فواياج شرحناها قبل كده عرفنا بقى لما انا عندي حصيله فوكابولير بيبقى سي بلو فاسيل بور موا داجوتي مون انفورماسيون اضيف معلوماتي d'ajouter ma connaissance معرفتي سي لو فواياج نو بيرميت بيرميت خدناها قبل كده فيرب بيرميتر وي وي بالعربي هتبقى ايه لا ها هتبقى ايه اللي بترغي ها لا برافو الاصفار سيل ده الجمع بالعربي لازم يبقى عندكم كمان الوجيز باللغه العربيه ده كان بيتباع في معرض الكتاب كده في اسمه سوق الازبكيه وده في سور الازبكيه بتلاقي عليه هتلاقيه مش عارفه ب5 جنيه او 10 جنيه حاجه اسمه الوجيز اللي بالعربي كل بقى المصطلحات اللي بالعربي تمام وفي كتب يعني انا برضو ما قلتلكوش الديكسيونير كلها لازم يبقى عندك فرنسي يعني لا لازم يبقى فيه فرنسي 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 عرب عرب فرنسي فودوفي افوار لي تروا ديكسيونير لازم يبقى معاك الثلاثة ديكسيونير فرنسي فرنسي لا روس لوبير نامبورت كوا تاني واحد فرنسي عرب تالت واحد عرب فرنسي اي بقى لولي الياس المنهل روبير في ايه تاني بيجيبوا ايه تاني لا روس ده في عربي فرنسي كمان في المكتبة تحت فيه هنا قواميس رائعة ياريت نروح نفعل المكتبة فيها قواميس رائعة في كتاب كمان اسمه كلمات عامل بقى روبري كده بس يعني خاص بمجال الطب خاص بمجال القراءه خاص كده وفي ترمينولوجي بقى كتير في البيبليوتيك سنترال السي بس ده قاموس كبير يعني تقريبا هو قاموس فمش بيفيش استعاره لكن لو كتاب عادي قصه في قصص مترجمه تلاقي الصفحه بالفرنسي وقدامها بالعربي شوفي كومون ترادوير سي تري نيسيسير بور فو سي لو فواياج نو بيرميت دو فوار اخذنا فيرب فوار يرى سي بي دو بري دو بري انا دايما بعرف ان في كلمه اسمها بري بري دو ايجال اكوتي دو بالقرب من جانب تمام لكن بري دو او دو بري دي يعني ايه ها دو بري يعني ايه بقى دو بري ايه دول في الجوار نو نو دو بري دو فوار يعني جو كوني مارينا دو بري عنكر اعرف مارينا عنكر وبالعربي الفصحى بقى اكتر عن كثب
كثب يعني قرب، عن كثب يعني قرب. يا تقدر بتتعلموا الاثنين لونج عربي وفرنسي. العربي بتاعكم مكسر شوي شوي. كويس، عن كثب يعني عن قرب. دو بري، لكن بري دو ده المعتاد اللي انا عارفاه، قريب من. جابيت بري دو لونيفرسيتي، اقطن يعني اسكن بالقرب من الجامعه. وي فكرتيني بحاجه، يعني مثلا بيقولوا الجو قارس، يكتب ازاي الجو قارس؟ قارس دي بتتكتب بالسين ولا بالصاد؟ اهو اهو اشكاليه، مشكله ترجمه. بالسين، هي بالسين مش بالصاد. تمام. لا لا، في كلام والله كنت مجهزه لكم كتير قوي، يعني الحاجات الغلط اللي احنا بنقولها. لا فودوفي ايتيدي لي دو لونج، ما انا قلت لازم نذاكر فودوفي اتر بي لانج. يعني ايه بلانج؟ يعني افوار لي دو لونج عرب اي فرونسي، لازم. وده بيجي من خلال ايه؟ لا ليكتور، القراءه. كونتيني دو بري لا ليكتور، القراءه. خلاص شرحناها. اسون تور، كلمه تور بقى دي عايزه تور يعني ايه تور؟ وامتى تيجي ماسكولين وامتى تيجي فيمينا؟ اونا لو تور، اونا لا تور. كالي لا ديفرونس اونتر لي دو؟ لو تور جوله، دور. لو تور دورال يعني ايه؟ كومون تو تابيل؟ سلمى. سلمى فالير ايه اسون تور؟ مارينا، مريم. اوكي سي اجو دو تور او لو رول دو تور. سلمى ابري مريم، ابري مارينا، ابري ماري، ابري مريهان. فوالا سي لو تور، كل واحد ليه تور، ليه دورته، ليه دوره. اوكي بي سي لا تور، برج. كونت اون دي لا تور دو كير، يعني ايه لا تور دو كير؟ برج القاهره. لا تور ايفل، برج ايفل، برج ايفل. تمام، يبقى كون اون دي لو مو تور فيمينان ستادير برج. اوكي، لكن لو هي ماسكولان بتبقى معناها ايه؟ جوله او دور. ممكن حاجه كمان يبقى معناها مقلب. ماري افي ان بون تور، ماري هان عملت فيها حته مقلب. ان بون تور استوس تيجي بمعنى مقلب. اوكي، يبقى لو تور ليها كم معنى؟ طب انا هعرف ازاي بقى دي هنا معناها ايه في الكونتكست؟ طب هنا معناها هيبقى ايه؟ لا لكتور اسون تور ولا اي حاجه من دي، هتبقى بايه؟ برافو، بدورها من ناحيتها هي. نو ايه ايه ده بس كده. نو برمي، شرحنا قبل كده برمي، يبقى عرفنا ايه فايده بقى الباجاج بتاعتي، الشنطه اللي انا بعملها هلاقي حاجات عندي. تمام، لا كونيسونس عرفناها. دو سكونو ان يورون، دي جديده بقى. ان يورون يعني ايه؟ يجهل. عشان كده انا سبت الفيرب ده الكونتير بتاعه فيرب ان يوري، يجهل يعرف يجهل. النوم بتاعته ايه؟ هنا لا كونيسونس، هنا هتبقى ان يورونس، الجهل نفسه. لما اقول الجهل آفة، يعني ايه آفة؟ يعني مصيبة. ها، يبقى لينيرونس اي تان فليو، فليو يعني آفة، يعني كارثة، كاتاستروف. فليو آفة، كارثة، كاتاستروف. Nous permet la connaissance de ce que nous en ignorons. Elle nous décrit. Décrit. Yosef vient du verbe décrire. Yosef. Le wasf nafsu ismu iba. Description. Description. C'est un mot féminin. Le wasf. Amma qulli Marie, faites la description de votre classe. وصفي لي الفصل بتاعك. اوكي، ديكريفي فوتر كلاس، اوصف فصلك. تمام،
ذكري لي ديتاي التفاصيل. طيب امتى اقول اون ديتاي وامتى اقول او ديتاي؟ Vous avez terminé, est-ce que je peux effacer comme ça? D'accord. امتى اقول اون ديتاي وامتى اقول او ديتاي؟ اون ديتاي يعني بالتفاصيل، تمام؟ بالتفصيل. اكسبليكي لو تكست اون ديتاي، اشرحي لي النص ده بالتفصيل. لكن امتى اقول او ديتاي؟ كنت اون دي فونت او ديتاي، يعني لا، يعني بصي بقى المعنى بعيد خالص، البيع بالتجزئه. وي طب البيع بالجمله يعني ايه؟ فونت او جرو او بيان اون جرو، فونت اون جرو. هنا بالتفصيل بيع بالتجزئة، هنا بيع بالجملة. شايفين؟ نفس الإكسبريسيون، نفس الكلمة، لكن من خلال كلمة تانية غيرنا المعنى. هي دي بقى الفوكابيلير، دي الشنطة اللي أنا بعملها معايا يلي سرحان ونايمان. أنا مش بحكي يعني جوني راكونت با اون استوار. لي ديتاي مينيسيو، مينيسيو يعني دقيقة، دقيقة دقيقة جدا. مينيسيو لبتي ديتاي، التفاصيل بقى يعني لبلو مينيسيو، الأكثر دقة، تمام؟ دو سات في، في يعني ايه؟ حياة. لا في عكسها ايه؟ لامور. المور فيرب فيفر، الكونترير فيرب مورير، يموت، تمام؟ لا في لامور، الحياة، الموت يعيش يموت، تمام؟ طيب نكمل. زهقتوا صح؟ سات في كوم، كوم خدناها قبل كده، مثل فوا سي كال فيرب فوار خدناه، وده تصريفه افيك اي بلوريال. لي زيكريفان يعني ايه كريفان؟ Les écrivains viennent du verbe écrire. يكتب. Verbe écrire. يعني ايه؟ يكتب. اتحاد الكتاب يعني ايه؟ L'association des écrivains. Association des écrivains. اتحاد الكتاب. لو قلت الكتاب القدامى والمعاصرون، يا سلام، الكتاب القدماء والمعاصرون، ترجموا ها les écrivains، les écrivains ها القدماء والمعاصرون، قديم يعني ancien، هترجمها كده. عارفين يعني انسان؟ يعني حاجه قديمه، يعني دي مودي. انا هقدر اقول على كاتب دي مودي؟ هقدر اقول عليه انسان؟ نو. فالاكسبريسيون اسمها لي زيكريفان ديير اي دوجوردوي. كتاب الامس واليوم، الكتاب القدماء والمعاصرون يا فارس. شايفه يا اسماء؟ اوكي، الكتاب القدماء والمعاصرون. سيتي اكسبريسيون لاسوسياسيون دي زيكريفان، اتحاد الكتاب. اي لي كرياتور، مين بقى هما الكرياتور؟ ايوه هنا هيبقى معناها المبدعين، لان لو كرياتور معناها الخالق. لو طبعا ده فيرب كريي، كريي يخلق او يبدع، تمام؟ زي انفونتي. لو
كرياتور افيك ان سي ماجسكول الخالق المخلوق نفسه احنا نصام دي لا كرياتور كرياتور اللي هو المخلوق لو زومان اللي هو البشر سون دي كرياتور ديفين اللي هو ايه الكائن البشري كلنا مخلوقات الله لو كرياتور افيك ان سي ماجسكول سي الله هو الخالق لكن هنا هيبقى معناها الاله نو المبدع لكرياتور حتى السي ما هيش ماجسكول وبعدين دي جام بلوريال من الالهه نو يبقى المبدعين كونفوا ليزكريفان اي لي كرياتور اسكيل يا دي يعني روجاردي بيان لو تكست اوكي اسكيل يا دي مو ديفيسيل كل واحد كده يبص للتكست ويقول لي في كلمه صعبه بعد اللي احنا شرحناه ده لا روجاردي التكست روجاردي با مون فيزاج روجاردي لو تكست ما تبصوليش انا بصوا للتابلو شوفوا التكست سيل يا دي مو ديفيسيل سي فوز افي دي كيستيون Comment écrire quoi? F. 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 Flio. F. L. F. L. E. A. U. Ou le E à l'accent. Flio. F. L. E. Non, non, non. Accent aigu. Flio. Oui. F. Oui. Monsieur. Oui. Ok. Les détails, monsieur. جملة في فراس تانية. لديتاي مي مينيسيو. يعني مثلا اتون. جو مو ريفاي لو ماتان. جو في او جو برون مون بوتي دجوني. جو برون مون مون بان. جو في الي اليونيفرسيتي. جاسيست او بروميير كور. سي تري فاتيغون. سي اون ديتاي مينيسيوزمون. بالتفصيل. Les détails minutieux, ok? Mais, par exemple, tu peux dire, je vais à l'université. Voilà, c'est une phrase. Est-ce qu'il y a un détail ici? Est-ce qu'il y a une explication détaillée? Non, ce n'est pas un détail. Mais les détails minutieux, c'est-à-dire, tu expliques avec détail. Là, ce n'est pas entier. Non, peu à peu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle prend son stylo, elle écrit dans le cahier, elle regarde le tableau. C'est comment écrire la leçon détaillement, en détail. Les détails minutieux, comment prendre, comment apprendre une leçon. Aïe, la kina d'akika, ta facile d'akika. Détail, ta facile. On a détail. Quand on dit en détail, بالتفصيل. Quand on dit vente au détail, عرفنا معناها ايه بيع بالتجزئة ايه vente en gros يلي بتنامي يعني ايه بيع بالجملة دي كلها فوكابولير كده انا عملت النهاردة شنطة محترمة على ايه لا لكتور دورك بقى تروح تفتح الديكسيونير تطلع كل اوتوسو كي كونسيرن لو دومين دو لا ليكتور لما اجيب الاكزامان لما اجيب كويز مش هجيب لك نفس الكلام ده جو نام با فومير على فايد الاكزامان مش عايزه الترجيع نو الفو ريفليشير الفو فير دي فراز افيك اي بوي ترادويزي لي بار اكزومبل افيك لو مو سويفون فاد دي فراز بوي ترادويزي لي Avec ces cinq mots, okay, faites des phrases avec, puis traduisez-les en arabe. Qu'est-ce qu'on entend par cette question? Kalimat dit, اعمل معها جملة en français, puis traduisez-les en arabe. C'est une forme de question. دي صيغة للسؤال. للترجمة. مش هقول لك ترجم كذا. لا, il faut avoir la création. لازم يبقى عندك إبداع. هنا ما قلناش يعني إيه الإبداع. لا. Création.
تبدا تعمل ايه؟ كومون فير اون فراز. يلا فد فراز افيك تو بي اوتيليزي لو ديكسيونير. معاكم اكيد ديكسيونير على الكمبيوتر او على اللاب بتاعكم او الموبايل بالديكسيونير ده. وفي على فكره موبايل اوف، يعني في ديكسيونير اوف لاين اللي عارف يقول ايه، وفي ريفرسو ده بس ده اون لينيا. اه ده جميل. وفي ديكسيونير تاني حد عمله للتراديكسيون بس ده زي جوجل بالظبط زي جوجل. يلا فد فراز افيك بوي ترادويزي لي. صعبة معايا عليكي صعبة عليكي وكده كله يا رب.
سون دي فرانس الماني اللي برافو مريم، هي مبدعه، هي طبعا نص الاوتوغراف غلط لكن انا بحييها، برافو عليك يا مريم. كاتبه لا ليكتور اي تريز انتريزون، يعني كجمله صح لكن الاوتوغراف غلط، فمحتاجه تعمل ايه؟ تشوفار فيزي انتيكسيونيال ستريتي اي تريز انتريزون جام فواياج، يا ريت انا شرحتها اللي قالتها زميلتها مريم على الكتاب جام فواياج. لو ليفر اي مون امي الكتاب صديقي les cultures du pays est très important. Cette offre مهمة جدا. La connaissance du pays est très important. C'est toujours la même construction de la phrase. Mais c'est simple, c'est facile, c'est correct. Connaissance.